صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالكم على حسب الفئات العمريه. ان شاء الله فالكم فال خير، ان شاء الله فالكم فال ايجابي. مرحبا واهلا وسهلا بالناس اللي كتدخلوا جداد. هذا الفال هذا كيكون على حسب لون البشره، وكل بشره كنقسمها لثلاثه ديال الفئات، الفئه الاولى والثانيه والثالثه. الفئه الاولى من 17 ل 30 سنه، والثانيه من 31 ل 45، والثالثه من 46 ل 65 سنه فما فوق. ان شاء الله تستفدوا على هذا الفال هذا وتلقاو اجوبه للاسئله اللي نتوما داخلين تطرحوها. هذا الحظ، هذه انتيا البيضاء، ونشوفوا الحظ ديالك على حسب الفئات العمرية. فان شاء الله تستفدي على هذا الفال يا البيضاء، انتي وحظك مع الفال، انتي ومعطاك الفال. غادي يكون هذا الفال ديالك البيضاء فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة. الفئة الأولى 17 ل 30 سنة، الثانية 31 ل 45 سنة، الثالثة من 46 ل 65 سنة فما فوق. الفال للجميع، هذا الفال هذا كيجيك غير بالأشياء الرئيسية أو الأشياء المهمة في الأيام المقبلة. يقدر يجيك غير على حاجه وحده، يقدر على بزاف الحاجات، يقدر ما يجيك بوال. انتي وحدك. فغادي يكون هذا الفال ديالك البيضاء الفئه الاولى، فهنا الفال كيقول لك خلال الخمسه ايام المقبله غادي تكوني مرتاحه من الناحيه الماليه، ما غاديش يكون عندك مشاكل. كيقول لك ممكن ان حقوق ماليه ترجع لك الا كنتي مسلفه لشي حد، او كنتي كتنتظري فلوس عن طريق محامي، او عن طريق رجل اداري، او عن طريق رجل مسؤول. فهاد الفلوس هادي غادي تحصلي عليها، وكنشوف كتشوفي البعيد، او عندك نظره بعيده للامور، او طموحات كبيره، او بحال بدا الوعي ديالك يزيد، وكتشوفي امور جديده في الطريق ديالك، او بحال كتشوفي ابواب كثيره غادي تفتح قدامك، ولكن كتشوفي الامور غامضه. ف كوني مترويه، وما تستغربيش مثلا لبعض فيكم غادي يكون امور كتحصل لها في حياتها كتغير جذريا، امور اللي ما كنتيش انت كتنتظريها، كان الابواب كتفتح، ولكن غادي تكوني ما عارفه ما ديري. فشوفي وحده وحده، ما تسرعيش، وما تقوليش انا خصني نكون في هذه ونكون في هذه. فدبري الامور ديالك، وديري وضعي جدول شنو نسبق وشنو ناخر، لان الاغلبيه وكما شفت البارح في البث المباشر كاين واحد ثلاثه ديال البنات البارح انهم ما عارفينش شنو باغيين، يعني تايهين، كيتخبطوا، كيتسناو شي حاجه تطيح عليهم. شوف راه الا ما خدمتيش عقلك وشفتي الامور ديالك، وجبتي واحد القلم وورقه، وبديتي تكتبي شنو هما الاشياء اللي هما ضاريني، شنو هما الاشياء اللي خصني نحيد من حياتي، كيفاش خصني نخرج من هاد الورطه هادي، فراه الداخل ديالك غادي ينبهك، راه الداخل ديالك غادي يرشدك. فثقي بنفسك وغادي تخرجي من الازمه اللي انت فيها. اللي كتسال على الرجل الاسمر، انا كنشوف الرجل الاسمر هذا في هاد الايام هادي كنشوفو نيتو صافيه، باغي معاك المعقول، اتصال هاتفي غادي يجي منه، او غادي تكون بينك وبينه هضره وكلام اللي هي غادي تفرحك، او حاجات جديده غادي تكون بينك وبينه، او تطورات غادي تحصل في العلاقه ديالك مع هاد الاسمر هذا. كنشوف هاد الاسمر هذا حتى هو داخل ليه اموال او عنده ارزاق، ما يكذبش عليك، يقول لك ما عنديش فلوس وما نقدرش نخلص عليك كذا وكذا وكذا، عنده الفلوس. اوكي، كاين هنا اللي عندها الرجل الابيض النحيف، او الحبيب ديالك او الزوج ديالك هو رجل مسؤول او عنده مركز كبير، فكنقول لك غادي تكوني طايحه في حجره، يعني كتفكري فيه وكيفكر فيك، كاين
الحب بيناتكم، كاين فلوس، كاين هدايا، كاين امور ايجابيه، كاين نيه صافيه، كاين مكالمه هاتفيه اللي هي بعيد عليها واللي هي قريب منها، ممكن يكون بيناتكم لقاء. الامور بينك وبين هذا الابيض الناحف الطويل جيده وممتازه جدا. فغير الفن هنا كاين باك كيقول لك ما تبقايش انه لما يكون كيهضر معك كتيهي او ما كتركزيش فالهضره اللي كيقول لك، يعني كتدخليها من هاد الودن وكتخرجيها من هاد الودن، او ما كتكونيش منتبهه، يعني كتكوني شارده. هذا هو الخطا ديالك مع هاد الابيض الناحف. بالنسبه للابيض اللي هو كيشتغل في مصلحه حكوميه او كيلبس لباس خاص او هو معاك في العمل، كنقول لك هاد الانسان هذا يعني بينك وبينه الحاجه ثقيله، او هضره وكلام على حاجه ثقيله، او ممكن انه يعرضك، او تحضري انت وياه في مناسبه كيفكر فيك بزاف على نجوم الليل. كاينه معاه وحده في العمل اللي منتبهه ليه او باغيه توقعوا في الشباك ديالها، فانتبهي عليه. يعني لما يبغي يهضر معاك، لما يبغي يتشاور معاك، اعطيه وقت، خدي ودي معاه في الكلام. كيبغي الوناسه، كيبغي الهضره، كيبغي الاستشاره، كيبغي انك تعطيه قيمه او تنتبهي ليه او تهتمي به. اوكي، هذا البيض اللي هو كيخدم معاك في نفس العمل، او هو كيشتغل في مصلحه حكوميه، او كيلبس لباس خاص في العمل ديالو. فهاد الايام هادي كاينه شي وحده اللي معاه في العمل او معاكم في العمل، يعني كتحاول انها تغريه او كتحاول انها تجلبو ليها. هذا اللي قال الفال ديالكم. بالنسبه للحنطي هنا ما بانش، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. كيف ما راكي حاليا مع الحنطي كيبقى للخمسه ايام المقبله. ونشوفوا البيضاء الفئه الثانيه. الفال كيقول لك حاولي انك تهدئي من الروع ديالك، حاولي انك تسترخي، حاولي انك ما تبقايش تفكري بزاف، لان كنشوف النفسيه ديالك مازال محطمه. البعض فيكم كنشوفها غادي تنفجر، فهاد الحاله النفسيه اللي انت فيها مازال غادي تدوم حتى من 7 ايام حتى ل 10 ايام. فالفال كيقول لك خدي راحه، استجمام، استرخاء، حاولي ما تفكريش بزاف، فكري في نفس النهار اللي انت فيه. كيقول لك الفال هنا معرضه للعين والحسد، لا من طرف الرجال ولا من طرف النساء. غادي تكوني هنا في لقاء او في مجمع، كاين عندك هنا صلح اما مع الحبيب اما مع شي حد من العائله او من الاصدقاء او الصديقات، فكنشوف غادي يكون عندك صلح. كنشوف كذلك اللي هي مغتربه عندك تحركات كثيره، وعلى هذه التحركات او هذه الاعمال اللي غادي تقومي بها خلال الثلاث ايام هذه المقبله غادي يكون عندك فيها ارزاق او فيها فلوس. البعض فيكم المغتربات غادي يكون عندها سفر المسافه قريبه. وكنشوف هنا بالنسبه اللي كتسال على اوراق او عقود او شهاده او رخص، عندك شي شويه بلوكات في هذه الخمس ايام، ما غاديش تحصلي على هذه الاوراق، او غادي يكون عندك فيها عكوسات او تاجيل او تاخير. بالنسبه للبنات اللي طالبين الهجره او السفر، اللي هما في ارض الوطن ديالهم وطالبين هجره، فكنقول لك غادي تكون عندك متسهله، او مازال غادي تكون عندك هذه الهجره هذه او البلاد البعيده مازال غادي تكون في الطريق ديالك. بالنسبه اللي كتسال على الحنطي، الحنطي ولا اروع. بالنسبه للحنطي اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده غادي يكون كثير الاتصال بك، ممكن يرسل لك فلوس او مساعده. وكنقول لك هذا الحنطي اللي هو اجنبي معك في الوطن، او هو اجنبي في بلاد الغربه، او هو من الوطن ديالكم في بلاد الغربه، هذا مازال بيناتكم هضره وكلام، مازال بيناتكم حاجات ماديه، مازال حتى غادي يجي لعندك ومازال عندك معاه فرحه. الا كان هذا الحبيب ديالك فنيته بالزواج، مازال غادي يتزوج بك، او بيناتكم خطوبه، او هي فرحه انت وهذا الحنطي على سكن. اوكي، غادي تفرحوا انت وياه على سكن. كاين البعض فيكم اللي خصها تنتبه، اللي عندها الحنطي قصير، الحنطي قصير القامه، هذا اللي يعني شويه ساعديه، سمعيه، لان عنده شويه مشاكل، عنده ضغوطات بخصوص وراق، فما تزيديش الطينه بله وتبقاي تنكدي عليه وتبقاي تدققي معاه وتنوضي ليه القوق في الراس. فهو كيبغيك، باغي معاك حاجات ايجابيه، غادي يكون شويه متوتر لان عنده مشاكل، غادي يبغيك تسمعي ليه او تهوني عليه، فماشي تشوفيه هو
عنده مشاكل وتزيدي له الهم على الهم. اوكي، بالنسبه لبعض فيكم هنا خصوصا اللي ما عندهاش حبيب، فكنشوف عندكم فرحه في العتبه، فرحه الله اعلم ديالاش عندكم فرحه في العتبه خاصه بك انتي او خاصه بالعائله. وكذلك هنا البنات اللي دخلتوا ومسبقا كطرحوا سؤال ديال سكن، اما كراء او رهن او بيع او شراء، فهذا الامر هذا غادي يكون عندكم موفق خلال شهر كامل والله اعلم. هذا مجال الفال ديالك يا البيضاء الفئه الثانيه. فدائما كنقول الى ما هضرتش على حبيب فالحال كيبقى على ما هو عليه. هذا الفال ديال البيضاء الفئه الثالثه. هذوك البنات اللي راكم داخلات وكتقولوا واش مازال عندي السحر، واش عندي طاقه سلبيه، فكنقول لك انا هاد الايام هادي راكي محميه، يعني ما كاينش عندك عراقيل، ما كاينش عندك بلوكات، ما مترش عليك سحر. كيقول لك غادي يكون عندك حركيه، اما غادي تكوني مهتمه بتغييرات وتنظيمات في العتبه، او غادي تنظمي مثلا المكتب ديالك او العمل ديالك، غادي تحاولي انك تنظمي الامور ديالك، او البعض فيكم غادي تكون عندها عمليه تجميل، او البعض فيكم غادي تكون مهتمه بالصحه والجمال والرشاقه والبشره والشعر وما الى ذلك. كيقول لك هنا من الناحيه الماليه غادي تكون متوسطه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، وكاين البعض فيكم اللي غادي توصلها او غادي يوصلها مبلغ مالي يعني انت غير منتظر. كنقول لك هنا حاولي انك تقللي من الخوف، لان كنشوفك هنا شي شويه خوافه، فالخوف كيقضي عليك. كنقول لكم عندكم فرص خلال هاد الاربعه ايام، انتهزوا الفرص، يعني غادي تقدم لكم عروض او فرص خلال هاد الاربعه ايام محظوظات. كنشوف هنا اللي ما عندهاش حبيب كاين شخص جديد غادي يدخل في الحياه ديالك، غادي يكون بشكل ايجابي، ما تخافيش اعطيه فرصه. بالنسبه اللي كانت عندها عارض، كذلك كنشوف ان العارض هذا يمحي او يزول، او هنا كاينه انسانه اللي ساعدتك او عطاتك بعض الامور باش تزيلي هذا العارض، فكنشوفك يعني كتخلصي منه. كاين عندك خبر مهم غادي تسمعيه خلال هاد الاربعه ايام الماجيه. وكنشوف من الناحيه العاطفيه سواء كنتي متزوجه او ما متزوجاش او عندك حبيب، فامورك العاطفيه فيها حاجات جديده، اموركم جديده وغادي يكون عجبكم الحل، وغادي تكونوا مرتاحين نفسيا بخصوص هذا الامر هذا. بالنسبه هنا اللي كتسال على الحنطي، فما بانش الحنطي، ولكن بصفه عامه انت كتشوفي الحاله العاطفيه فيها حاجات جديده وفيها امور اللي غادي تعجبك. بالنسبه للابيض الحب في القمه، غادي يكون كيموت عليك، واخا يكون بعيد عليك او هو في البلاد البعيده او في مدينه بعيده عليك، ولكن قلبه غادي يكون معك، غادي يكون كيبغيك، غادي يكون كيهضر معك، غادي يكون كيبغي انه يعاود لك الاسرار ديالو او المستجدات ديالو. لهذا الابيض زوج ديالها فباغي معاك اولاد او غادي تحملي منه. اوكي، بالنسبه اللي عندها الاسمر، الاسمر كنشوفو واخا كيبغيك مأطرين عليه الاهل ديالو بزاف، يا اما الام يا اما الاخوات ديالو مأطرين عليه بزاف، فكيبغي يبعد عليك هاد الايام. ما كنقولكش ما كيبغيكش، كيبغيك، ولكني ما غاديش يكون كيقدر يعبر لك على الحب او كيأثروا له على الدماغ ديالو هذا الانسان هذا. والبعض فيكم الاسمر الاهل ديالو كيطلبوا منه انه يتفارق معك، او كيجريو او كيديروا كل ما في استطاعتهم. طبعا كاينين الناس اللي كيستلدوا بالدمار وخراب البيوت، فكنشوف ان الاهل ديالو باغيين انهم يفرقوا بيناتكم او يكون بيناتكم اطلاق. وحتى لو كان الحبيب ديالك، فكنشوف الاهل ديالو ما موافقينش عليك او كيعمروا له راسو حتى انه يتفرق معك. هنا كنقول لبعض البنات او بعض السيدات، كاينه شي مراه كبيره منك في السن ممكن انها تعرض عليك تمشي معها المكان او لاي شيء، فغادي يكون شويه مكان مشبوه او مكان فيه حاجه غلط، فانتبهوا ممكن توقعوا فيما لا يحمدوا عقباه، يعني ردوا بالكم، ما تمشيوش لاماكن مشبوهه، ما تمشيوش لاماكن اللي انتم عمركم ما مشيتوها، اماكن خطيره، ما تحاولوش انكم تدخلوا في شي مسائل اللي ما عارفينش النهايه ديالها، او تدخلوا في شي الخواضات كي كنقولوا، ما تدخلوش في داكشي اللي فيه الخواض، راه غادي توقعوا في شي حفره، وانا تنقولها لكم. فهذا اللي قال الفال ديالك البيضاء الفئه الثالثه. وغادي نشوفوا الحنطيه، ان شاء الله الحنطيه يكون فالك خير، وان شاء الله الحنطيه يكون فالك ايجابي وتستفدي على هذا الفال هذا، يا ربي امين.
هادي انتيا الحنطيه وهذا الحظ ديالك وانتي وحظك مع الفال، ونشوفوا على حساب الفئات العمريه اشنو عندك وباش تنصحك الفال. الفال ديال الحنطيه، الفال للجميع، كل وحده وكي غادي تستافد من الفال. هذا الفال الاول، الفئه الاولى، الفئه الثانيه، الفئه الثالثه. الاولى من 17 ل 30 سنه، الثانيه من 31 ل 45 سنه، والثالثه من 46 ل 65 فما فوق. وفالكم فال خير وفالكم فال ايجابي. غادي يكون هذا الفال ديالك يا الحنطيه الفئه الاولى 17 ل 30 سنه. ايوا غادي يكون كيعجبك السهر والسمر والحديث والتبركيك مع البنات، يعني غتكوني دائما في تجمعات مع البنات، يمكن الاخوات ديالك او الصديقات او المعارف او الموظفات معك، يعني غادي تبقاو تكونوا كتهضروا كتجبدوا في الناس وفي الهضره وفي الكلام وفي التجمعات وفي التبركيك. هذا الشيء غادي يكون كيعجبك هاد الايام هذه. غادي تكوني محظوظه من الناحيه الماليه، يعني فلوس وما غاديش تنقصك، ما كنشوفهاش شي فلوس اللي هي بزاف، ولكن انت غادي تكوني محتاجه الفلوس وما غاديش يخصك خير من الناحيه الماليه. تيقول لك الفال هنا انتبهي من البنت القصيره اللي هي سمراء، ياك انتبهي منها بزاف، لان ممكن توقعك في امور اللي غادي تضرك، او كاينه البعض فيكم اللي كاينه هاد الانسانه هادي بحال اللي كتحتك على الطلاق وعلى الفراق مع الحبيب او مع الزوج ديالك، فما تسمعي لهاش لان كتغار منك وباغيه تخرب عليك. اوكي، وكنشوف كذلك كاين اللي معاها وحده في العمل بيضاء مربوعه القد، هذه ما طايقكش، هذه ما باغيكش تكوني احسن منها، تابعك كانه غادي تجيك عمل جديد او غادي يتخول لك عمل، ما نعرف، يمكن تكوني اعلى منها في الرتبه، او انت المقترحه ان يكون عندك مركز كبير، فغادي تكون حاسداك وبحال ما باغيالكش هاد الرزقه هذه، ما باغياهالكش، وكتحاول انها تشوف تخلق لك مشكل. كنقول كذلك هنا اللي عندها قضيه قانونيه في المحكمه فلك النصره. كاين هنا عندكم في العمل زياده في الاجر، او عندكم فوز في مباراه، او هو حاجه ايجابيه بخصوص الدراسه وكذلك بخصوص العمل، عندكم حاجه اللي هي ممتازه. كنشوف هنا بالنسبه اللي باغيه دير طاقه روحانيه، فتيقول لك الفال ما ديريهاش خلال اسبوعين او شهر جوج كامل، ما ديريش هاد الطاقات الروحانيه. كيقول لك غادي يكون عندك اتصالات وتواصل مع الناس كثر. اللي عندها شي حاجه مع محامي مازال غادي تاجل لك الامر، هاد المحامي هذا بحال كاين امور اللي غادي تاجل لك، يعني خلال وقتين، يعني يمكن اسبوعين او نهايه شهر جوج، المشكل اللي عندك مع رجل قانون او مع محامي او رجل اداري او رجل مسؤول وعندك معاه بلوكات، ف وقتين ويتحل البلوك، حتى الا كان الحبيب ديالك مثلا هو رجل مسؤول او مدير او مفتش او هو رجل ابيض طويل ونحيف، فهاد الشخص البلوك اللي بينك وبينه وقتين ويتفك البلوك اللي بينك وبينه. بالنسبه اللي كتسال على هنا الاسمر، كيبان لي الاسمر كيشوف لك، مشتاق لك، باغيك، باغي يكمل معك. تنقول لك هذا الاسمر هذا يعني ما تنتظريش منه، مثلا الا كان حبيب ديالك تنتظري منه زواج، ما كنشوفش زواج قد ما هو كنشوف انه باغي الاستمتاع، باغي الحب، باغي الحنان، باغي العلاقات الحميميه، غادي يكون متطلب جدا من ناحيه العلاقات الحميميه. ولكن باش تقولي راه كاين مثلا كيفكر في الزواج ولا في الاستقرار، راه ما كاينش. البعض فيكم اللي هذا الاسمر هذا الحبيب ديالها وهو مزوج
كيقول لك انا غادي نطلق المراه وغادي نشوف الامور ديالنا، فهذا ايه هذا مازال غادي يطلق الزوجه ديالو ومازال غادي يرجع معك. اوكي فهذا اللي قال الفال ديالكم. هنا ما بانش شي حاجه على الحنطي ولا الابيض بصفه عامه، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه كيف ما انتم حاليا. فقط هنا اللي كاين تغيير هو اللي قلنا اللي عندها رجل مسؤول او رجل ابيض وطويل ونحيف. اوكي فكان هذا الفال ديالك الحنطيه، الفال ديال الفئه الاولى، وغادي نشوف الفئه الثانيه. الفئة الثانية 31 ل 45 سنة. أبواب السفر والهجرة مفتوح. اللي عندها حقوق في البلاد البعيدة غادي تحصلي عليها. كاين اللي عندها سفر بعد 3 أوقات، يمكن 3 أيام أو 3 أسابيع أو شهر 3 غادي يكون عندك السفر للخارج أو الهجرة. كنشوف هنا كاين رجوع وصلح مع الرجل الأبيض كيف ما كان في البلاد البعيدة أو في الوطن. كنشوف هنا الرزقة اللي كتسنيها أو الفلوس اللي كتسنيهم عليهم شوية بلوكات لمدة 10 أيام. الفلوس اللي كتفكري فيها أو الرزقة اللي كتفكري فيها وباغية أنك تحصلي عليها مازال متأخرة. كنشوف هنا اللي عندها الرجل الحنطي كيف ما كان في البلاد البعيدة أو في الوطن، فالحب في القمة، كيبغيك، غادي يكون سخي، غادي يكون كريم معك وكيفكر فيك وقلبه معك. كنشوف هنا اللي ما عندهاش حبيب عندك عرض زواج ممكن أو خطوبة أو فرحة قريبة عاطفية. وكنشوف كذلك هنا اللي طاخله وكتقول واش أنا زواجي غادي يتم، انتي هضره مع الخطيب ديالك أو مع الحبيب ديالك على الخطوبة أو على الزواج وخايفة وكتقولي ما عرفتش واش غادي يتم. كنقول لك غادي يتم، يعني اللي هضرات مؤخرا في هذه الأمور هذه، فزواجك غادي يتم. الأمور العاطفية ديالكم بصفة عامة رائعة ومستقرة. كاين هنا اللي غادي تفرح على رجوع كيف ما كان الحبيب ديالها، حنطي أسمر أو أبيض، كاين هنا فرحة على رجوع أو صلح، وكاين اللي غادي تفرح على فلوس، وكاين اللي غادي تفرح على مجمع أو لمة أو حفل أو وليمة غادي تحضري لها وغادي تفرحي عليها. فكاين اللي غادي تفرح على الصحة ديالها أو أنها كتسترجع الصحة ديالها من جديد. فكان هذا الفال ديالكم الحنطيات الفئة الثانية. دائما كنقول لما ما نذكرش حاجة مخصصة على حبيب بلون بشرته فكيبقى الحال على ما هو عليه، ولكني في الفال ديالكم انا شفت الامور الخاصة بالصلح كينا لجميع البشرات. فقد يكون هذا الفال الثالث بالنسبة ليك يا الحنطية الفئة الثالثة. فكنشوف هنا كاين عندكم حظوظ بخصوص السكن، اي امر خاص بسكن، بمحل تجاري، بارض او عمل حر، فغادي تكونوا ظاهرين وغادي يكون عندكم فيه حظوظ. انتبهوا فقط من الناس اللي كتغار منكم او الناس اللي كتفشلكم او الناس اللي كتحبطكم، ما تسمعوا لهمش، كلاسيو، حيدوا الناس اللي كيحبطكم ويحبطوكم، الناس اللي كيقللوا من الشان ديالكم، الناس اللي ما كيشجعوكمش، ما عندكم ما ديروا بهم، يعني هذوك هما اللي كديروا لهم بلوك من الحياه ديالكم. غادي يوصلك هنا واحد الخبر من اداره، من محامي، من رجل قانون، ما غاديش يعجبك. هو مكالمه او خبر او رد على طلب او على رساله، ما غاديش يعجبك. بالنسبه للامور الخاصه باوراق مع الابيض او مع الحنطي، اذا كان بيناتكم اوراق عقود كتهضروا فيها لا انت ولا مع الابيض ولا مع الحنطي، هاد الامور هذه اللي خاصه بالاوراق او العقود او الشهادات بينك وبين الحنطي او بالابيض، امور جيده يعني تحصلوا عليها في اقرب وقت، يعني الوقت كيعطيني على 4 أوقات تحصلي على هاد الاوراق هذه. بالنسبه اللي كتسال على الحنطي، الحنطي اذا كان الزوج ديالك الحمل كاين او عندكم فرحه على الابناء ديالكم او غادي تفرحوا بالابناء ديالكم، اذا كان الحنطي الحبيب ديالك فكنقول لك غادي يكون سخي، غادي يكون الامور ديالك معاه في تجديد او امور جديده او امور مفرحه مع هاد الحنطي هذا. وكنشوف الا كنتي كتسالي على الابيض، فالابيض غادي يقول لك اخبار واسرار، واخا هو النفسيه ديالو شي شويه محطمه او عنده مشاكل فما كيبغيش يدخلك معاه في المشاكل او ما كيبغيش انه يسمعك مشاكل او يحطمك، فكيبقى
هو محتوي هذيك المشاكل ديالو بوحدو، وكيبغي انه يكون معاك اسعد وينسى الهموم معاك. بالنسبه للاسمر، الاسمر شو شويه غادي يكون اناني، غادي يكون كيبغي راسو، غادي يكون كيراقبك بزاف. فشكوك ظنون من طرف هذا الاسمر سواء كان حبيب او كان زوج. فكان هذا الفال ديالك الحنطيه الفئه الثالثه، وغادي نشوفوا السمره. ان شاء الله السمره فالك خير، ان شاء الله السمره فالك ايجابي، ان شاء الله تستفدي على هذا الفال يا السمره، وفالك فال خير وفالك فال ايجابي، وانت وحظك مع الفال. الفال للجميع، كنتي متزوجه مطلقه رماله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك وكل وحده، وكي غادي تستفد من هذا الفال، ويا ربي تلقاو اجوبه للاسئله اللي نتوما داخلين تطرحوها. هاد الفال كيما قلت ما كيجيش يهضر لك على جميع الاشياء، كيهضر لك على الاشياء اللي هي مهمه ورئيسيه في الايام المقبله. ان شاء الله خير يا السمراء، وعلى حساب الفئات العمريه، هي على حساب الفئات العمريه. هذا الفال ديالك يا السمراء، الفئه الاولى 17 30 سنه، الثانيه 31 45، الثالثه 46 65 سنه فما فوق. البنات اللي كتبغيو الفال، العازبات المطلقات الارامل اللي ما عندكمش حبيب، بقاو تبعوا الانستغرام، الرابط كيكون في اول تعليق. فالبنات هادو اللي كيكونوا كتبغيو قراءات خاصه، فانا كنهضر حتى على اللي ما عندهاش حبيب في الفال، ولكن اللي كتبغيو قراءه خاصه ليكم فانا كنديرها على الانستغرام. غادي يكون هذا الفال ديالك السمراء الفئه الاولى 17 30 سنه. ايوا كنشوف هنا واحد السيده راها كفرانه وغضبانه، وراه كيمطلعه لها الدم. ممكن الام ديالك غضبانه عليك، او الحامه او الاخت الكبرى، او هي انسانه كبيره في السن غضبانه عليك وكتسناك تطلبي السماح وتجي لعندها، او انك هذه الانسانه كنتي كتزوريها، كنتي مهتمه بها، وفي الايام الاخيره هملتيها فما قدرتش تقولها لك، ولكني حاسه بنقص، حاسه بضيم، حاسه بقنطالي، انك ما بقيتيش كتسالي عليها. اوكي، كنشوفك انت طموحه، كتفكري في امور او كتبلاني وكديري تخطيطات الامور المستقبليه، وكتدرسي امورك وكديري شنو ندير وشنو ما نديرش. كاين البعض فيكم اللي غادي تكون كتفكر باغيه دير مشتريات وباغيه تغير خزانه الملابس ديالها، وكاين البعض فيكم اللي غادي تكون كثيره التواصل، او غادي تكون كتستعمل النت كثير، او الاعمال ديالها، او اللي غادي يكون شغلها هاد الست ايام هذه هو كل ما يخص الانترنت، التواصل، الاتصالات مع الناس، ارسال الرسائل، استقبال رسائل. فالخدمه ديالك كلها غادي تكون عن طريق النت. كذلك هنا حتى اللي مثلا دخلتي وكتقولي انا ما عنديش عمل، ما عنديش عمل وما عرفتش شنو هو العمل اللي غادي يكون مناسب لي، فالله اعلم هذا الفال هذا لمن جاي، تقدر تكون وحده جوج ثلاثه الله اعلم. فراكي انت داخله وعارفه راسك وكتقولي انا ما عرفتش شنو هو العمل المناسب لي. العمل المناسب لك هو الاتصالات، كل ما يخص التواصل والاتصالات. اوكي، اي حاجه فيها تواصل مع الناس، لقاءات مع الناس، اي شيء خاص ويكون عن طريق النت، هذا غادي يكون عندك فيه خير. فكل شيء عن طريق النت عندك فيه خير، بيع شراء عن طريق النت، مثلا تخلقي قناه ليك، او شركه مصغره على الانترنت تنجحي فيها نجاح كبير، تسوقي لاي منتوج تنجحي فيه. اوكي، والله اعلم داكشي طلع بوحدو. غادي تكوني هنا محظوظه جدا، عندك تغييرات كبيره في كل ما يخص هذوك الناس، او اللي ما كنتوش كتخرجوا، او دائما منغلقين على نفسكم، غادي يكون عندكم هنا عزومات، عراضات، لقاءات، ناس كتطلبكم تكونوا حاضرين معاهم. فعندك حفلات، ممكن لقاءات، تجمعات، غادي تستفدي منهم الكثير، وغادي يكون عندك فيهم حظوظ. يعني ما ترفضيش اي عراضه، ما ترفضيش اي لقاء او تجمع او محاضره او حفل او لمه، كوني في هاد اللمات هادي غادي تكوني محظوظه فيهم، يمكن يكون عندك فيهم ارزاق او حاجات اللي غادي تستفدي منها. ايوا الحياه العاطفيه ديالكم راكم عليكم العين، والحسد والتبعه
لهاد المده هذه المقبله. انتبهوا في هاد خصوصا الثلاث ايام هذه من رؤيتكم لهذا الفن. الثلاث ايام رقيو راسكم وحصنوا راسكم شويه. اللي كتسال على الرجوع والصلح كاين كيف ما كان الحبيب او كيف ما كان الزوج، كنشوف غادي يكون بيناتكم صلح. ما كنهضرش على المطلقه الام، مطلقه الله اعلم، ولكن انا هنا المتزوجات اللي مخاصمين مع الازواج ديالهم او اللي عندها الحبيب ومخاصمه معاه، فالصلح كاين بعد ثلاث اوقات، ممكن ثلاث ساعات او ثلاث ايام او يوم الثلاثاء المقبل. هنا اللي بان لي اللي جايه رساله خاصه بالنسبه اللي عندها الاسمر، الاسمر غادي يكون شويه عصبي سريع الانفعال، كيتقلق مقندش لانك ما كتعامليش معاه مزيان في الحياه العاطفيه او كتعصبيه من الناحيه العاطفيه فكتطلعي ليه القنديشه للراس. اوكي، غادي يكون كثير الاتصال بك، غادي يكون كيبغي يهضر معك، هو كنشوفه ما غادي ينقصك معاه والو، يعني من ناحيه السخاء على قدو، يعني ما بقايش عاوتاني تكوني انت كتعجزي لواحد، على قدو راه كيصرف. اوكي، وراه كاين في الخطه ديالك وكاين الاستمراريه معاه. بالنسبه هنا اللي عندها الانسان اللي هو ابيض نحيف وقصير، هذا حتى هو كنشوف عنده مشاكل عائليه، مشاكل مع الام ديالو او مع العائله، حتى هو كاين عندك معاه لقاء او رجوع ومازال غادي يتصل بك، وكنشوفك انت منفخه عليه ويا ارضي هدي ما عليك ادي، ما باغياش تهضري ومفرعينه عليه، الفال كيقول لك مسكين، يعني بان لي انا مسكين خصكي تهضري معاه، فما تبقايش ضاغطه عليه بزاف، صافي بركه يكفيه ما فيه، رجعي تسامحي معاه وهضري معاه. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه والسلامه، وغادي ندوز للفئه الثانيه سمراوات. اوكي، فشوف السمراوات مني ما نهضرش على شي حاجه بصفه في هذا الفال هذا مدققه، فهنا هضرت لكم بصفه عامه جميع الالوان وشنو عندكم، ولكني مني ما كيكون شي حاجه مدققه على هذاك الشخص او هذاك السيد باللون ديال البشره ديالو، فيعني الحال كيبقى على ما هو عليه الا ما قلته، المستجدات اللي قلتها هي اللي كتكون، والله اعلم. فهذه توقعات وممكن تفيدكم. هذا غادي يكون الفال الثاني، الفئه الثانيه سمراوات، من 5 من 46 من 31 ل 45 سنه، نجاحات في العمل، نجاحات في الدراسة، فوز، ربح، نجاح مشروع، أموال جايتكم، غادي ينقصكم من الناحية المالية، عندكم حاجة كبيرة غادي تشريوها، حاجة مادية اللي عندها قيمة كبيرة غادي تكون في يديكم، عندكم خبر أو رسالة أو رد على طلب خاص بالفلوس غادي يوصلكم وغادي يكون إيجابي. كذلك هنا كنشوف عندكم أمور جيدة، كاين هنا إنسان معكم في العمل اللي هو حنطي كيبغيك، انسان اللي هو رائع وايجابي اللي معها شي واحد حنطي في العمل، خليك معاه، ممكن يكون عندك معاه زواج وهو يكون هذا هو شريك الحياه ديالك المناسب. اوكي، فكاين كذلك اللي غادي يكون عندها رجل حنطي يشتغل في مصلحه حكوميه او كيلبس لباس خاص، ممكن يتقدم لك في هاد الايام او الزواج ديالك يتم معاه. كنشوف لي عندها الاسمر غادي يكون ما مسوق لكش هاد الايام وما باغيش يسمع عليك، وعايش هو عالم ديالو، غادي يكون باغي العزله وباغي الراحه وما باغيش صداع الراس. اللي عندها الابيض، الابيض بينك وبينه حاجه ماديه كبيره، او بينك وبينه نصره، او بينك وبينه فرحه، او بينك وبينه حاجات ايجابيه. اللي عندها الابيض الطويل نحيف، هذا عندك معاه حمل او امور جديده، او ممكن يكون عندك معاه عمل مشترك او عمل جديد، او غادي تفرحي انت وياه الا كان هذا الزوج ديالك على الابناء ديالكم. وكنشوف هذا الابيض النحيف الطويل عنده مدخول مالي كبير هاد الايام، او عنده فلوس كثيره، وغادي يكون ناجح كذلك في العمل ديالو هذا الابيض النحيف اللي هو طويل القامه. كان هذا الفال ديالك السمراء الفئه الثانيه، وغادي نشوفوا السمراء الفئه الثالثه. السمراء الفئه الثالثه من 46 65 سنه، كيقول لك الفال هنا كاين ضيف اللي غادي يدخل لكم العتبه، هو شخص حنطي، يقدر يكون من المعارف، يقدر يكون هذا الاب ديالك او الابن او الاخ او الزوج او الحبيب، هو انسان حنطي غادي يدخل العتبه. انتبهوا من الناس
عندكم ناس في العائله اللي كتغار منكم، يعني كاين الناس من العائله اللي كتدخل لكم للعتبه وكتغار منكم وما باغيه لكمش الخير وما باغيه لكمش تزهروا وما باغيه لكمش تكونوا سعداء وما باغيه لكمش تكونوا متلمين. فاللمه ديالكم والتفاهم ديالكم ناس اخرى كتغار منكم بزاف، فحصنوا نفسكم وحصنوا البيت ديالكم. بالنسبه اللي عندها الابيض، الابيض غادي يكون مقندش وما عاجبو حال ونفسيته محطمه، غادي يكون مراقبك، غادي يكون كيشك فيك، هو باغي يستمر معك وباغي يظهر معك ولكن ني كيشك فيك وراكي مراقبه من طرف هذا الابيض هذا. بالنسبه هنا كنشوف كاين البعض فيكم اللي عندها تواصل او عندها اشغال او عندها ترتيبات او تنظيمات او امور مهمه مع انسانه اجنبيه او انسانه في البلاد البعيده وغادي تنجحي مع هذه الانسانه هذه. بالنسبه هنا البنات اللي كان عندهم عراقيل ومشاكل بخصوص ورق بخصوص عقود سواء كانت جنسيه اقامه رخصه شهاده او عقود، فالبلوكات او العراقيل اللي كانوا عندكم والمشاكل زايله، يعني غادي تخرج. بالنسبه للبنات اللي داخلين وكيقولوا واش انا عليا سحر واش انا عندي عارض، بالنسبه لهذوك البنات اللي كتسالوا على السحر فالسحر لا يؤثر عليكم في هذه الايام المقبله، ولكن العارض لا زال واخا راكي دايره وهازه وما عرفت شنو داكشي ودايره شي تخربيقات تما، راه ما نافعينك بوالو، العارض راه مازال كاين. اوكي، هذا هو الاشياء اللي بانت عندكم في هذا الفال. الاسمر هنا ما بانش، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه كيف ما انت راكي مازال معاه. اوكي، هذا اللي بان في الفال ديالك يا السمراء الفئه الثالثه. فكنتمنى لكم الصحه السلامه وطول العمر، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ما تخدموش الاخرين على مصلحه نفسكم، نخليكم على خير، كنبغيكم وباي باي.